أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود عمليات نزوح مستمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء استمرار القصف الإسرائيلي، فيما اضطر 8000 نازح بمستشفى الأمل للمغادرة جراء الحصار والقصف المتواصل. أوضح الهلال الأحمر أن النازحين يعانون من البرد الشديد وعدم توافر الأغطية والملابس الكافية، مشددا على أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في مدينة رفح الفلسطينية، فضلا عن انتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين في غزة، خاصة الأمراض التنفسية. صحيح ماشي حبيبي.